اتوقع مصر بكره تكسب 2-0، محمد صلاح يجيب جونين ونحسم التأهل ان شاء الله. والاهم بقى الفتره الجايه ان احنا نتأهل باذن الله لكاس العالم بقى، يعني بقى لنا كتير ما رحناش وربنا يكرم باذن الله. شكرا. محمود، توقعاتك ايه ماتش مصر وتنزانيا؟ والله ان شاء الله احنا بكره ان شاء الله نحاول نكسب عشان عايزين نوصل لكاس الكاس ان شاء الله. التصفيات ديت هتأهلنا باذن الله، احنا عايزين نفرح والكاس يبقى عندنا، عايزين نفرح، احنا بقى لنا كتير قوي ما فرحناش. طب مين اللي هيجيب الاجوان؟ يعني انا متوقع اكيد واحد منهم محمد صلاح، والتاني لو رمضان صبحي ينزل ان شاء الله هو اللي هيجيب التاني. شكرا. محمد عصام. توقعاتك ايه ماتش مصر وتنزانيا بكره؟ ان شاء الله مصر هتكسب 2-1. مين اللي هيجيب الاجوان؟ محمد صلاح والتاني بس ان شاء الله. ان شاء الله. كده ماتش مصر وتنزانيا بكره مصر هتكسب. تكسب كام؟ 1-0 ل 2-0. مين اللي هيجيب الاجوان؟ عمرو جمال و ممكن محمد صلاح ان شاء الله. شكرا. اعرف حضرتك ياسر محمد. توقعات حضرتك ايه ماتش مصر وتنزانيا بكره؟ ان شاء الله هنكسب 1-0. مين اللي هيجيب الاجوان؟ هو جول ان شاء الله عمرو جمال ان شاء الله. يعني انت النتيجه عندك اهم من اللعب ولا نلعب حلو يعني؟ لا طبعا انا يهمني اللعب اكتر من النتيجه، يهمني ان احس ان المنتخب بيلعب كره كويسه اهم من النتيجه. ان شاء الله احنا كده كده باذن الله صاعدين، انا عايز اطمن على اللعب اهم حاجه عندي. شكرا. توقعاتك ايه ماتش مصر وتنزانيا بكره؟ ان شاء الله مصر تكسب 2-0. مين اللي يجيب الاجوان؟ يجيب باذن الله محمد صلاح. الاثنين؟ الاثنين ان شاء الله. توقعاتكم ايه ماتش مصر وتنزانيا بكره؟ انا بقول بكره اكيد يعني مصر هتكسب، بس هتكسب 2-0. مين اللي هيجيب الاجوان؟ رمضان صبحي. محمد صلاح مش هيجيب، النني اللي هيجيب ان شاء الله. انا متوقع النني اللي هيجيبه وهيقول من ورا الجول. طب والاداء، انت اهم حاجه عندك الاداء ولا اهم حاجه المكسب؟ اهم حاجه الاداء، المكسب كده كده باذن الله هنكسب، بس الاداء في منه. شكرا.